حبيت استضيفك اليوم لان الموضوع فعلا حساس وفعلا يمس يعني شريحه كبيره من البنات، وخصوصا هذه الفئه انا احس انه هي مستضعفه. نعم. ليش؟ لانه هذه الاعمار الصغيره دائما يكون امرها مو بيدها، قد يكون امرها بيد ولي الامر اللي هو الاب الام. احيانا اكو ظروف تجبر هذول الناس ان يزوجون بناتهم، لكن خلينا نكون واقعيين، ايا كان الظرف اليوم شلون يعني واحد يقدر، فكره انه واحد يقدر يزوج طفله ويخليها مسؤوله عن بيت وعائله واطفال وهي اساسا طفله محتاجه اللي يرعاها، شلون بهالحاله يعني شلون يتعامل وياها؟ انتم كنفسيين مختصين نفسيين باحثين اجتماعيين لما تشوفون هيجي حاله شنو تصنفوها؟ بالبدايه طبعا احنا نقدر نقول الزواج شرعا وقانونا هو من حق الرجل والمرأة. اليوم احنا عندنا زواج القاصرات او الشباب ايضا بعمر اصغر من النضوج، هذا يولد بعض الاحيان مشاكل، قد تكون هاي الحالات نادرة او كثيرة، بس بالنتيجة دا يتحملها الاهل لانه قلة الوعي، نضوج بين الطرفين ماكو، تفاهم بيناتهم ماكو، بالنتيجة احنا دا نشوف حالات الطلاق كلش كثيرة، بحيث المحاكم ما شاء الله متروسة الأعمار الصغيرة، يعني أنا أباوع المحكمة تعاني من هذا الزواج القاصرات، ولكن كل سلبية لها إيجابية. احنا اليوم من نحكي نقول زواج القاصرات، احنا حاليا في مجتمع قد تكون الحالة المادية، قد تكون الطابع العشائري اللي يسود، احنا بلد شرقي، او اكو امور نقدر نقول السوشيال ميديا لعب دور جدا قوي داخل المجتمع العراقي، بحيث الاهل بدوا يكيفون انه اني اليوم خلي ازوج بنتي، خلي اني اخليها تستقر وخلي تشوف حياتها، افضل من الاساءة او السمعة او الكلمة المو زينة اللي تجي بسبب البنية او الولد.